في وقف تاني وقف جزاء لنصرف عليه المادة 99. الوقف الجزائي ده الأول هو بيبقى فيه غرامات، حتى العمال نفسها اللي هم الموظفين سكرتير الجلسة نفسه لو المحكمة ألزمتهم يقدم مستند أو يضم ملف دعوة أو الكلام ده وما عملش بيتحكم عليه بغرامة، والمحامي ممكن يتحكم عليه بغرامة، وممكن ياخد وقف جزائي لمدة شهر. وقف جزائي ليه؟ البيئة أهمل في تقديم المستندات، المحكمة طلبت منه تقديم مستند وما قدموش، أمهلته وما قدموش. وفي الحتة دي أقول لكم إيه، المحامي ما يقدم قضيته وتبقى ناقصة مستند ويأجل عشان يقدمه، ثم بعد كده يأجل عشان يقدمه، والمحكمة تلزمه مش عارف إيه بمستند وما يجيبوش، خلاص مهما كان القاضي ملتزم قدامه بنصوص، لكن برضه عنده قناعة داخلية بموضوع الدعوة. لو فقد قناعته بأحقيتك يدور لك على إزاي يحكم برفض الدعوة. خلاص هو أرى منك إنك أنت مالكش حق في الدعوة، الدعوة دي مرفوعة عن غير ذي حق. فتلاقي القاضي، ما هو القاضي بشر، مال لوحده كده ناحية إيه؟ ناحية البحث عن أدلة رفض الدعوة. لكن لما يكون أنت ملتزم وملتزم بتقديم المستندات، والقاضي أما يلزمك بتقديم المستند تجري وتبحث وتجيبه، بتلاقي المحكمة بتاخدها معاك، بتاخد نظرها وبتاخد عقيدتها معاك إنك صاحب حق. ووقوفك قدام القاضي وإصرارك، خلي بالك ما تطلبش اما يكون عندك طلب استخراج مستند ما او ضم ملف في القضيه وتطلبه باهمال وبصوت خافت كده وكانك بتتراجع، تدي حق للمحكمه انك انت ان المستند ده للتسويف وللمماطله. عشان كده دايما تطلب طلب يكون بجديه، تطلبه بجديه وتحاول يكون صوتك مسموع، ما تتكلمش بصوت خافت قدام المحكمة، وتبقى واثق من نفسك. المحكمة لو أنت ما قدمتش المستندات في موعدها بتدي وقف جزائي لمدة شهر. المواعيد دي خلي بالكم وأنتم ماشيين كده في مهنة المحاماة، المواعيد دايماً يا إما تكتبها وتحطها على جنب كده في مكتبك، على مكتبك، أو يبقى عندك كتاب بتاع مواعيد دايماً تبص عليه. لأن يبقى أنت مجتهد في الدعوة وعمال شغال فيها ومعادي ضيعك وضيع الدعوة بتاعتك. وقضية ضاعت مع قضية ضاعت سمعتك. خلاص. فالمواعيد دايما تخلوا، يعني الوقف الجزائي ده في خلال 15 يوم بعد نهاية الشهر لازم تجدد الدعوة من الوقف. لازم تعجل الدعوة من الوقف. تعجيل الدعوة من الوقف في خلال 15 يوم، وتعلن في خلال ال 15 يوم. أعلنت بعدهم ضاع خلاص هترجع الدعوة للمحكمة وتحكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن. ولو حكمت باعتبار الدعوه كان لم تكن مصيبه، لان زال اثر كل الاجراءات. مش كده وبس، ده اللي اسوا من كده بقى في الحكم باعتبار الدعوه كان لم تكن، ان لو انت رفعت الدعوه قبل ميعاد التقادم بشويه واثناء سير الدعوه ميعاد التقادم خلص، ما يقطعش الدعوه اللي اتحكم فيها باعتبار الدعوه كان لم تكن، ما يزلش، ما يقطعش التقادم. تيجي ترفعها تاني بعد ما يكون مشيت 5 6 7 شهور تلاقي الدعوة خلاص تقدمت بمدين المدة. يا نهار ابيض، ده حق موكلك علشان اهمالك.